ركنية على طول علي معلول، الشحات لعلي خطير، لمسة بعرض والهدف جول جوا جول جوا جول. الهدف الأول، الهدف الأول لنادي الأهلي بقدم ياسر إبراهيم. الثلاثية، الثلاثية، التحركات الجيدة، التحركات الثلاثية هي كلمة السر في أداء النادي الأهلي. على طول ركنية في لمسة ولمسة ولمسة تانية ثم اللمسة الثالثة بقدم على طول ياسر إبراهيم. هذه العادة مرة تانية، هذا هو علي معلول، ثم على طول حسين الشحات والباص الطولي حلو لعلي معلول، ثم العرضية الجميلة وعلى طول لمسة روعة بقدم ياسر إبراهيم عشان النادي الأهلي يسجل الآن الهدف الأول، هدف التقدم في الدقيقة 40 من نهاية الشوط الأول، والهدف الثاني لقلب الدفاع لقلب الأسد ياسر إبراهيم في الدوري المصري في هذا الموسم. ياسر إبراهيم يسجل هدف الفرحة الأولى لمحب النادي الأهلي، والهدف المستحق مفيش كلام، لأن الأهلي مشاهدينا طوال الشوط الأول هو الأفضل، هو الأخطر على مرمى الحارس محمود جنش. واحد لشيب، نادي الأهلي قدر يترجم الهجمات والضغط إلى هدف أول بقدم اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 40 من الشوط الأول، والحكم لغى الهدف، قال لك في تسلل، قال لك في تسلل موجود تقريبا على علي معلول، هنتأكد مع بعض. أدي العادة مرة تانية، فعلا تسلل موجود على علي معلول بناء على الخطوط الموجودة من حكم الفار والتسلل، ودي طبعا سجل الشوط.